اللي عم نشوفه بهالفيديو هيك السريع الصغير هو تاتش أمال عواد يلي هي اختصاصية بالشعر المستعار تيصير عنا هيدي يعني طلة طبيعية. لاحظته يمكن قبل بشوي ما كان عندي هود الخصل الشقر، أمال فاتت على السكت على الاستوديو نحن بالزوم بكل بساطة وهالقد بسرعة حطت هول خصلتين بقدر شيلهم ساعة البدة وبقدر ضيفهم كمان بهالوقت. شوفوا قديه ممكن يغيروا باللوك. أهلا وسهلا أمال عواد. أهلا فيك. شكرا يعني على هالضو الصغير هالقد واحد بحس حاله أنه بشغل كتير صغيرة بالمكان المناسب، يعني حطيتيهم اثنيتهم على فرد ميلي. نعم. لأنه أنا عاملة شعري بهالطريقة. نعم. طيعته هيدا اللوك بقدر شيلهم ساعة البدة وحطهم ساعة البدة. إيه نعم كتير حلوين. قديش أمال هالشي اليوم عم تعتمدي بخصل طبيعية من الشعر المستعار لستات شعرون خفيف؟ يمكن بعتقد المشاهدين اليوم لاحظين انه شعري عبيان هو مش لانه عبي وطلع بسرعة، هو انا اضفت عليه شعر طبيعي بس مش مثل هودي الخصل. هودي الشعر اللي اضفته عليه مخيط بقدر غسل شعري فيه اعمل سيشوار فيه. خبريهم شو عملت بشعري. هيدا الحلو انه عملنا وشي كتير حلو وما مبين شو عاملين. صح، يعني هيدي نفس اللون نفس طبيعة الشعر مني. نعم. حاسة فيهم صراحة، وانا حدا هيك منه كتير جريء بهالقصص، يعني خفت بالاول بس. نعم. حسيت انه ايه مع الوقت مع الاستعمال المتكرر بيضعف الشعر بيخف، بعض الادوية اوقات كمان بتأثر على الشعر، فهيك رجعتي لي حياة على راسي. ايه عن جد عن جد يعني الموضوع هيدا كتير حلو ومهم للست، يعني تخيلي انه بلمسة صغيرة غيرنا اللوك بدون ما نشتغل على شعرنا بدون ما ندقر شعرنا، يعني حطيناها عطتنا تاتش صغيرة قديه حلوة وملفتة بوقت انه ريحتك انك ما تشتغلي على شعرك، يعني حابة هالتاتش الصغيرة الحلوة بهالطريقة اللي منحطها بثانية ومنشيلها بثانية ساعة اللي بدنا، يعني ما منتأيد فيها، وهيك ما منكون اشتغلنا على شعراتنا فتحناهن وعملنا لهم ماش ورجعي صبغيهم اذا ما حبيتيهم. واوقات بصير تحسي شعر احترق. نعم. من كثرة التكرار وبصير بده عناية اكثر. نعم. يعني خصلتين طبيعيين هالقد. نعم. بقدر شيلهم، يعني بقدر شيلها هيدي الخصلة. ايه نعم. رح اجرب شيلها مع انه كثير حبتها، بس انت حطيتي لي هون خصلتين بس خليها. آه. حلوه كثير. ايه هيدي هي. ايه بعد في الخصله الثانيه كمان. ايه مهضومه فينا نحطها فينا نحطها ميلت الثانيه اذا بدك هلا على الهواء فينا نحط لك اياها. رح اجرب انا تحت شعري. ايه فينا. ايه هالقد هينه. ايه كثير هينه كثير هينه. نعم شفتي شو مهضومه. شايفة وشعراتك عم بتقولي قولي شو عملتيلي شعراتك حلوين بس خفيف. صح. يعني عطيتهم شوي كثافة عطيتهم شوي فوليوم. هالفوليوم الحلوة يعني بتغنيك إذا بدك إنك تعملي سيشوار. صح. إنك يعني بصراحة هن اللي بيخبوا الشعر كله ما بيخلوه ينوبر ما بيخلوه يبين، هي اللي كانت يعني إذا بدك الكفر على شعرك كله 100%. نحن وعم نشوف بعض الفيديوهات، خلينا نشوف بعض الفيديوهات. نعم. لأنه كمان يعني وقت واحد بيحكي عن تجربة. ايه. شخصية أمال بيكون الموضوع يعني أنا كنت أسمع. ده. شوفك شوف الفيديوهات. ايه. بس وقت واحد هو يجرب. أيوة. بيعرف عن شو يعني عم تحكي. هون ليك قد ايه تعبى الشعر. هون الصبية شعرها كيرلي وقصير وحبته طويل. من نفس الكاليتي تبع شعرها نفس النوعية عملنا لها شعرها وطولنا لها اياه بدون ما يبين ابدا انه حطن لها شيء بشعرها. هون الصبية شوفي ضبط شعرها اعتبري شعرها منه مرتب مي
ضبت شعرها وحطت هالكو هيدي لكي شو مهضومة، بأي مناسبة بتقدر تحطها وتمشي، يعني ما بتعتلهم شعراتها مش مرتبين. يعني في كتير بحبوا يعملوا هالكو هيدي وشعرهم ما بيساعدهم، عن طريق هالقطعة بيقدروا يعملوها. هون الصبية شعرها كتير حلو ما بيشي أبدا، بس حبت شوفي مثلا بدها تروح على السبور، بدها مثلا ظاهرة تمشي، حتى بتتغير مزبوط بالهواء بالصيفية، عشا برا غدا برا، نعم، على البحر. عرفتي شوفي شو مهضومة، حطت كاسكات والكاسكات بنفسها فيها شعر، يعني غيرت اللوك فيها، شعراتها فيها مش هون ما فيه مش إذا ملاحظة. يعني هيدا اللي عم بتقولي طبعا، انه واحد بيغير اول شيء بشكل سريع، ثاني شيء بلا ما يأذي شعره بيغير لوك، لان ما فينا نعمل يعني كل يوم نعمل لوك ونرجع نصبغ ونرجع نغير. هيدا هون شو مهضومه، يعني بدها بومبي من ورا، على طول لازم تنفذ شعرها لتعمل بومبي. انا على طريقتي انا عملت لها هالقطعه هيدي، لاحظي عملت لها البومبي من ورا، عملت لها الفوليوم وعملت لها الكثافه بشعرها بذات الوقت، يعني الاثنين سوا. عرفتي يعني كسبت القطعه بموديلين. قلتي شغله كثير مهمه امال، وانا يعني هيك بحب اثني عليها. بالصيف الشعر بيتعب، بحر كل يوم بنغسله كثير، يعني هيدا شيء مزعج، خاصه اذا عندها سيده واجباتها شغلها عملها، يعني كله بياثر. بتقدر تضب شعرها حتى هو مي وتحط هالقطعه وتظهر وكانه هلا مسوية شعرها. مزبوط. انا عم بعمل شعري عندك، بحب تخبري الناس عن التقنيات اليوم الجديده. يعني انا شلت هاي الخصله وبقدر شيل هاي، بس انا الكثافه اللي عندي اياها بشعري هي مخيطه بشعري، وما بحس فيها وبغسل شعري فيها. قد ايه هذا اليوم عم بيسهل هالتقنيات؟ كثير، يعني بصراحة يعني هيدي النقطة مهمة للست، انه ما تعتلهم لا تشيل ولا تحط. نحن منثبتهم عنا كذا طريقة، كذا تقنية، انه الشعر نثبتهم حسب فيه شعر السيدة، حسب شعر الزبونة شو هي الطريقة اللي بتتحمل نعمل لها اياها بنعملها، حتى ما يكون في ريسك على الشعر. الطريقة اللي انت عملت لك اياها اسم الله شعرك بيحمل، عملت لك اياها عن طريق الخياطه. نعم، يعني كتير سهله، بتتحممي انت جربتي وشفتي، صح؟ يعني انا على البحر بحمم كل شعره كل يوم، بمشطهم مع بعض، بتربطي بربطه بدك اياه بتعملي. نعم، كانه شعراتي. نعم، ما بقى لي قلب شيلهم. ايه، امال بدي اقول لك شكرا عليهم. انا بدي اقول لك شكرا، فريق عملنا بالجديد بقول لك شكرا، يعني عندك اضافات رائعه. هيدا بيخلينا هيك نسهل حياتنا. المراه اليوم صارت مرأة عاملة، بدها كل شيء عملي. التقنيات الجديدة اللي بتشوفوها عند أمال عواد الاختصاصية بالشعر المستعار بالكاسليك عن جد بتهين الحياة. شكرا أمال. مرسي.